السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله ان النهارده هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه، هنعمل مراجعة على برنامج الوورد. كنا أخذنا شرح البرنامج بالتفصيل وعرفنا ازاي ننشئ المستند وازاي نشتغل على القوائم الخاصة بالمستند بالكامل. هناخد مع بعض دلوقتي مراجعة على اللي احنا أخذناه في برنامج الوورد. طيب، احنا قلنا لو حبيت ان انا انشئ مستند وورد كنت بنشئه ازاي؟ انا بضغط كليك يمين على سطح المكتب وبختار حاجة اسمها نيو، ومن نيو معناه ان انا عايز ابتدي ان انا انشئ سواء كان مجلد او ملف. انا عايز انشئ ايه؟ انا عايز انشئ ملف وورد، هروح اختار مايكروسوفت وورد دوكومنت. انا دلوقتي انشأت مستند بالشكل ده، في الاخر هتلاقي في كلمة اسمها دي او سي اكس، هو مظلل على الكلام اللي مسموح ان انا امسحه. طيب تعالوا كده نجرب نمسح الـ DOCX وأقول له إنتر، فبيسألك رسالة بيقول لك أنت متأكد إن أنت عايز تحذف أو عايز تحفظ الملف ده بالشكل ده؟ أه، أقول له يس. اللي حصل؟ يتحول الملف بتاعي إلى ورقة بيضاء، فكده أصبح الملف غير صالح للاستخدام. معنى كده إن الامتداد اللي إحنا بنضيفه هو المسؤول عن تشغيل البرنامج، يعني من غيره مش هعرف أشتغل على البرنامج. أهو اروح اضغط عليه، هيفتح معايا بالشكل ده. فتح معايا بلانك دوكومنت او مستند فارغ، ابتدي اعدل عليه واكتب عليه اللي انا عايزه. طيب الطريقة التانية كنت بروح على قائمة ستارت واروح ادور على اسم المستند او اسم الملف اللي انا عايز افتحه. انا عايز افتح ملف ايه؟ انا عايز افتح ملف وورد. فين الدبليو؟ انزل تحت لحد ما تلاقيه، او مايكروسوفت وورد دوكمنت، هدوس عليه هيفتح معايا بالشكل ده، بس المرة دي ما فتحش ليا مستند فارغ جديد، لا هو هنا فتح لك مستند بيقول لك انت عايز تفتح ايه بالظبط. انا عايز افتح مستند فاضي ولا عايز افتح نموذج جاهز؟ انا عايز افتح مستند فاضي، فاروح اقول له ايه؟ بلانك دوكومنت. دي الطريقة التانية. الطريقة الثالثة من قائمة ستارت واروح اكتب اسم البرنامج اللي انا بدور عليه. بمجرد ما هكتب اول حرف او اول حرفين هيظهر معايا، رحت افتحه بالشكل ده، فبرضه بيقول لي انت عايز تفتح ايه؟ انا عايز افتح بلانك دوكمنت او مستند فاضي. طيب لحد دلوقتي في مشكلة في الصوت؟ النت شغال كويس؟ تمام يا باشمهندس، كده تمام. تمام، يعني لحد دلوقتي الدنيا تمام، الصوت مع الصورة. تمام. طيب قلنا اي ملف في الدنيا يخص مايكروسوفت اوفيس بيتكون من 4 اشرطة رئيسية. عندك شريط العنوان اللي بيكون موجود فيه العنوان بتاع المستند، عندك شريط القوائم اللي هو فايل هوم انسيرت ديزاين لي اوت ريفرنسز ميلينج ريفيو فيو، ده اسمه قوائم او تابات. كل تاب فيهم وكل قائمة نازلة منها مجموعة ادوات فاسمه شريط الادوات. كل ادوات بتعمل نفس الامر او نفس الحاجه هتضيفها لي في جروب واحد، فالفونت بالنسبه لجروب، باراجراف بالنسبه لجروب، ستايلز بالنسبه لجروب، وهكذا. اللي من تحت ده اسمه شريط الحاله، فمعنى كلمه بيج 1 اوف 1 يعني انا واقف في الصفحه الاولى وعدد صفحات المستند واحد. صفر وورد عدد الكلمات اللي انا كاتبها في المستند. هنا بعد كده الانجليش اللي هو اللغه اللي انا بكتب بيها في المستند. أول 3 أوامر من ناحية اليمين اللي هو طريقة عرض المستند، باجي بعد كده على الزوم الخاص بالمستند بتاع اللي هو تكبير والتصغير. واللي موجود عندي فوق في شريط العنوان ده اسمه شريط الوصول السريع. أنا لو عايز أشيل الأداة دي من شريط الوصول السريع هضغط كليك يمين عليها وأروح أقول له إيه؟ ريموف فروم كويك أكسس toolbar، يعني أنت هتشيلهولي من شريط الوصول السريع. عايز اخلي شريط الادوات ده اخليه اسفل شريط الادوات، يعني انا عايز اخلي شريط الوصول السريع اسفل شريط الادوات.
اختار حاجه اسمها شو كويك اكسس تول بار بلو زربون، يعني خلي لي شريط الوصول السريع اسفل شريط الادوات، اخليه لي من تحت. عايز اطلعه تاني من فوق، اضغط كليك يمين على اي اداه واقول له ايه، خليه لي ابو زربون اعلى شريط الادوات. لو دست على السهم اللي جنب شريط الوصول السريع ظهر معايا ادوات، فالادوات اللي معلم عليها علامه صح هي اللي هتكون ظاهره معاك، اما اللي شايل من عليها علامه الصح فهي اللي مش موجوده معايا في شريط الوصول السريع. طيب عندك بعد كده قائمه فايل. قائمه فايل لو حبيت ان انا انشئ مستند جديد، قلنا معنى كلمه انشاء بروح على امر نيو، ومن خلاله بروح اختار حاجه اسمها بلانك دوكومنت او مستند فارغ، واروح افتحه وبعد كده اكتب جواه اللي انا عايزه. يبقى من نيو بنشئ من خلاله مستند فارغ او فاضي، دي كلها نماذج جاهزه، كل ما عليه ان انا هعدل بس عليها. اختار اي نموذج انا عايزه واقول له كرييت واروح اعدل عليه. انا فتحته فبيعمل لي عمليه داونلود او تحميل بس من الانترنت، فلازم اكون متصل بالانترنت. كل ما عليك امسح الكلام المكتوب واكتب اللي انت عايزه. ده بالنسبة لنيو. طيب لو حبيت ان انا افتح مستندات او ملفات موجودة على الجهاز، هروح على اوبن واروح اختار حاجة اسمها براوس او استعراض، وبعد كده بروح ادور على الملف اللي انا عايز افتحه ايا كان الملف اللي عندي، احدده واروح اقول له اوبن، هيفتح معايا فين في المستند بتاعي. بالشكل عندك بعد كده حاجه اسمها انفو. انفو من خلالها تعودنا ان دايما سواء كان وورد او باوربوينت او اكسل بعمل من خلالها حمايه للمستند بتاعي. اروح على انفو واقول له حاجه اسمها ايه، بروتكت دوكيمنت او حمايه المستند، او علامه القفل والمفتاح اللي انتم شايفينها بالشكل دي اعلمها، واروح اختار من عليها حاجه اسمها انكريبتوس باسورد، يعني التشفير بواسطه كلمه المرور، واروح اكتب كلمه المرور اللي انا عايزها. طب لو كنت شغال مثلا في ملفات معينه والجهاز فصل مره واحده فعايز اعمل استرجاع، بعمله ازاي؟ من حاجه اسمها المانج دوكيمنت او التحكم في المستند، واروح اقول له ريكفر اند سيف ذا دوكيمنت، يعني اعمل لي استعاده للملفات اللي انا ما عملت لهاش حفظ. فتح لي انا بقول لك فين الملفات، انا مفيش ملفات ما عملتش حفظ دي عشان كده ما ظهرش ليا ملفات. لكن لو انت شغال وفجأة الجهاز فصل من عليك وعايز تعمل استعادة للمصادر اللي عندك او المستندات، هتقول له مانج دوكيمنت واختار حاجة اسمها ريكفر اند سيف دوكيمنت. طيب انا الملف ده فتحته لاول مرة لسه بقول يا هادي فيه، فسيف زي سيف اس. شفتوا كده اول ما دست على سيف تلقائي اتعلم على سيف اس، ليه؟ لان الاثنين بيعملوا نفس الحاجة، فسيف بيساوي سيف اس لاول مرة. بمعنى انا لو حبيت احفظ الملف على الجهاز عندي واحفظ منه نسخه، بروح على سيف او سيف اس، ده لاول مره. طيب انا حفظت الملف اصلا وعايز احفظ خطوه خطوه انا بعملها، اقول له سيف، يبقى سيف بيحفظ لي الخطوات اللي انا بعملها. اما سيف اس بيحفظ لي نسخه احتياطيه من الملف. من سيف اس هقول له براوس، واروح من هنا احدد مكان الحفظ واختار من الفايل نيم اسم الملف اللي عايز احفظ بيه. وعندك حاجه اسمها السيف اس تايب، نوع الحفظ، انا عايز احفظه كامتداد مثلا بي دي اف بالشكل ده. طيب يبقى السيف اس بيحفظ لي نسخه احتياطيه ومن خلالها بقدر احفظ بصيغه تانيه. طيب البرنت خاصه بالطباعه، اول ما اروح على برنت فعندك من فوق لو عايز اطبع هروح اختار امر البرنت، لو عايز احدد عدد نسخ هقول له من الكوبيز او عدد النسخ. هنا البرنتر اسم الطبعه اللي انا معرفها على الجهاز. طيب في السيتنج في حاجه اسمها البرنت والبيج، يعني طباعه كل صفحه.
يعني لو انا عندي كم صفحه، انا عندي 4 صفحات بالشكل ده، انا عايز اطبع الـ4 كلهم، راح اقول له برنت هول بيج، يعني تطبع لي كل الصفحات. طيب جيت حددت جزء معين بس، وعايز اطبع الجزء اللي انا محدده، اختار بدل ما اختار برنت هول بيج اختار برنت سيلكشن او طباعه التحديد، اعمل مستند جديد يساوي تساوي ار اي ان دي، وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر. فرحت انا حددت مثلا باراجراف معين الجزء ده، وعايز اطبع الجزء ده بس من فايل، واقول له برنت، واختار بدل ما اختار برنت والبيج اختار حاجه اسمها برنت سيلكشن، هيطبع لك الجزء مثلا رقم 2. وعايز اطبع الصفحه اللي انا واقف عليها، اروح اختار حاجه اسمها برنت كارنت بيج او طباعه الصفحه الحاليه. طب الكاستم برنت، لو عندي مجموعه من الصفحات وعايز اطبع من الصفحه 2 الى الصفحه 8 مثلا، 2 شرطة 8 معناه انا هطبع من 2 ل 8، هيطبع 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8. طيب لو عايز اطبع 2 و8 يبقى 2.8، الفاصلة من الواو، هيطبع الصفحة 2 والصفحة 8. طيب لو عايز اطبع وش بس هختار وان سايد، لو عايز اطبع وش وظهر هختار بوث سايد. وش وظهر بيخلي لك الصفحة الصفحات الفردية هي اللي في الأمام، وبيخلي لك الصفحات الزوجية في الخلف، يعني 1 و2 1 و3 و5 و7 هيخليها لك اللي هو الأمامية، 2 4 6 8 هيخليها لك في الخلفية. طيب الكوليتد والأنكوليتد مرتبة وغير مرتبة، يعني إيه مرتبة ويعني إيه غير مرتبة؟ يعني لو أنا عندي مثلا 10 صفحات وعايز أطبع منهم 5 نسخ، هيطبع لك نسخة نسخة، يعني الصفحة من الصفحة 1 للصفحة 10 كده أول نسخة، من الصفحة 1 للصفحة 10 كده النسخة الثانية، يعني هيخلص من نسخة نسخة بالترتيب. أما الأنكوليتد بيعمل لك طباعة للنسخ غير مرتبة، يعني غير مرتبة، يعني أنا هنا مثلا كاتب 5 نسخ وأنا عندي أصلا المستند 10 صفحات، فهيطبع إيه؟ هيطبع من كل صفحة على كد عدد النسخ اللي أنا محدده. طيب أورينتيشن، اتجاه العرض، أنا عايز اتجاه العرض بتاع المستند، عايزه أفقي ولا عايزه رأسي؟ من هنا بتختار إذا كان لاند سكيب أو بورتريت. أما الليتر اللي هو حجم الورقة اللي أنا شغال عليها، المارجنز اللي هي الهوامش، الهوامش اللي هو الحاجات الفاضية أو الأطراف اللي عندك، الجزء الفاضي اللي على الأطراف فده بالنسبة له هامش، ده الهامش الأيسر، ده الهامش الأيمن، وده الهامش الأعلى. طيب الوان بيج بير شيت، ورقة الطباعة نفسها الاي 4 اللي بطبع فيها دي اسمها شيت، فأنا لو عايز أطبع الصفحة الأولى والصفحة الثانية في شيت واحد أروح أختار 2 بيج بير شيت، عايز أطبع 4 صفحات في نفس الورقة أختار 4 بيج بير شيت. ده بالنسبة للطباعة. الشير لو عايز أعمل مشاركة للملف بتاعي عن طريق الايميل مثلا، هقول له انا هبعته كمرفق، او هبعته كمرفق بس كمستند وورد، هبعته كبي دي اف، هبعته عن طريق الون درايف، هبعته عن طريق برزنتيشن اونلاين، فانا هعمل شير او مشاركه للملف بتاعي. طيب اكسبورت، انا لو جيت احفظ او اعمل له سيف از وبعد كده براوز، وحبيت اغير نوع الحفظ بي دي اف، ونفترض انا وبدور هنا ما لقيتش البي دي اف، بروح على اكسبورت بحفظه بصيغه تانية اهو كرييت بي دي اف. طيب تشينج فايل تايب، بيظهر معاك امتدادات تانية لحفظ الملف. طيب ترانسفورم، الميزه بتاعتها لازم اكون متصل بالانترنت، هيحول معاك
المستند اللي انت فاتحه كانه صفحه ويب. اول ما اقول له ترانسفورم، بس لازم اصبر عليه، هياخد وقت لحد ما يتحول. فبيقول لك هيتحول بالشكل ده، فيحول معاك المستند بتاعك الى صفحه ويب عن طريق حاجه اسمها ترانسفورم. طيب عندك كلوز بيقفل لك الادوات اللي هي متفعله عندك، اما اكزيت بيقفل لك صفحه العمل ككل. طيب الاكونت لو عايز اغير من خلالها لون النظام اللي هو الاوفيس سيم، وبختار اللون اللي انا عايزه. من هنا بيدي لك الاصدار بتاعك، انا الاصدار بتاعي مايكروسوفت 365. الفيدباك لو عايز ابعت راي لشركه مايكروسوفت، هنا بعد كده عندك حاجه اسمها الاوبشن او الاعدادات. من الجنرال لو عايز اغير اليوزر نيم او اسم المستخدم، هنا الاوفيس سيم لو عايز اغير المود او الوضع بتاع الاوفيس بتاعي. عندك بعد كده حاجه اسمها سيف او الحفظ. نفترض انا شغال دلوقتي وعايز ابتدي اعمل حفظ تلقائي لوحده، كل دقيقه يعمل لي حفظ تلقائي، فبروح على حاجه اسمها سيف اوتو ريكفر انفورميشن افري، يعني انت هتحفظ لي المعلومات كل قد ايه، كل 5 دقائق، كل 10 دقائق، كل دقيقه، كل 2. فانا من هنا بحدد المده اللي هيعمل فيها حفظ تلقائي. طيب الحفظ التلقائي اللي انا بعمله المكان بتاعه يكون فين؟ من حاجه اسمها الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، مكان الحفظ التلقائي والمكان الافتراضي للحفظ. اول ما اقول له فايل، بعد كده سيف اس، بعد كده براوز، فتح معايا مكان محدد. فانا المكان ده عايز اغيره، اغيره ازاي؟ من اوبشن بعد كده سيف، واروح اختار من حاجه اسمها الديفولت لوكال فايل لوكيشن، اروح من هنا بختار مكان الحفظ بتاعه، اقول له ايه براوز او استعراض، اروح احدد مكان الحفظ، اختار مثلا ديسكتوب، واروح اقول له اوكي. طيب اللانجوج اللي هي اللغه بتاعتي، لغه البرنامج انا شغال بيها، جيت من فوق مثلا اخترت اللي هو اللغه العربيه، قلت له سيت از بيرفرد او تعيين كافتراضي، وجيت من تحت اخترت برضه اللغه العربيه ورحت عينتها كافتراضي، اقول له يس، بعد كده اقول له اوكي. جاب لك رساله بيقول لك علشان تغير اللغه اللي انت شغال بيها لازم تعمل ريستارت الاوفيس بتاعك. فانا هقفله واجي افتحه مره ثانيه، هتلاقي البرنامج معاك اتحول الى اللغه العربيه. ليه؟ لان انا عملت تثبيت للغه العربيه عندي من خيارات ومن اللغه، رحت من تحت عملت تثبيت لغة إضافية للوحة المفاتيح، بس لازم أكون متصل بالإنترنت، أقول له تثبيت لوحات مفاتيح إضافية، أدوس عليها فهيفتح معاك الإعدادات. فعايز أضيف لغة، هقول له آد لانجوج أو إضافة لغة، وأحدد اللغة اللي أنا عايز أضيفها أيا كانت اللغة إيه، وراح أقول له نكست، فيعمل لي ليها انستول أو تثبيت عن طريق الإنترنت، اللي هو من أوبشن أو الإعدادات، وأختار حاجه اسمها التايم اند لانجوج، واروح اختار اللانجوج او اللغه، واقول له اد لانجوج او اضافه لغه، فهيضيف لي لغه، هيضيف لي لغه هلاقيها اضافت تلقائي عندك في المستند اللي انت فاتحه، من خلالها بتغير اللغه اللي انت شغال بيها. فاختار من فوق اللغه الانجليزيه واقول له تعيين كمفضله، واختار من تحت اللغه برضو الانجليزيه واقول له تعيين كمفضله، واقول له يس، واقول له اوكي، برضو هعمل ريستارت تاني عشان اغير اللغه بتاعتي. غيرت يا اما هتلاقوها في الاصدارات التانيه، هتلاقي من تحت في كلمه اسمها ديسبلاي وفي كلمه اسمها هيلب، يعني اللغه المساعده واللغه الاساسيه، اخلي الاثنين نفس اللغه. طيب الادفانسد، الادفانسد اللي من خلالها بغير اللغه اللي بكتب بيها الارقام، بمعنى هتنزل تحت في جروب اسمه شو دوكمنت كونتنت، تلاقي فيه كلمه اسمها نومرال او الترقيم. عندك حاجه اسمها عربيك وحاجه اسمها هندي وحاجه اسمها الكونتكست. عربيك لو جيت اكتب الارقام اللي عندي هيكتبها لي بالانجليزي بالشكل ده، طيب لو مختار هندي هيكتبها لي بالعربي. تعالوا كده نغير اللغه بتاعتي، روح اكتب 1 2 3
كتبها بالعربي ليه؟ لان انا مخليها كونتكست. طيب الهندي بيخليها لك بالعربي، اما الارابيك بيخليها لك بالانجليزي، اما الكونتكست على حسب اللغه بتاعت لوحه المفاتيح. اللغه اللي انا شغال بيها اذا كانت انجليزي او عربي على حسب اللغه بيغير معاك اللغه الخاصه بالارقام. طيب هتنزل كمان تحت شويه على جروب اسمه ديسبلاي، هتلاقي في كلمه اسمها الشو ميجرمنت ان يونت. وحده القياس اللي انت شغال بيها عايزها بايه بالظبط؟ المليمتر ولا السنتيمتر ولا الانش ولا عايزها بايه؟ احنا شغالين بالانش. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الكستمايز ريبون. القوائم الموجوده عندك فوق اللي هي فايل هوم انسيرت ديزاين لي اوت، اي قائمه متعلم عليها علامه صح هتلاقيها ظاهره معاك. طيب لو عايز اخفيها اروح اشيل من عليها علامه الصح واقول له اوكي هتختفي معايا. طيب الكويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع، لو عايز اضيف اداه لشريط الوصول السريع اروح احدد الاداه واقول له اد او اضافه، عايز اشيلها احدده واقول له ريموف او ازاله. ده بالنسبه لقائمه فايل. طيب بالنسبه لقائمه هوم، تعالوا كده نكتب مثلا مع بعض متنساش نغير اللغة احنا شغالين، يساوي ار اي ان دي طيب انا دلوقتي لو موجود في قائمه هوم، قائمه هوم او الصفحه الرئيسيه مختصه اكتر بالتنسيقات الخاصه بالخط والباراجراف، انا لو عايز اغير نوع الخط اغير نوع الخط ازاي؟ واروح على المستطيل الموجود عندي فوق من جروب فونت واروح اختار نوع الخط اللي انا عايزه من السهم ده، بختار اي نوع خط انا عايزه. طيب العلامة اللي انت شايفها جنب اي نوع خط بالشكل ده معناها ان الخط ده مش موجود عندك، انت هتنزله بس عن طريق الانترنت. طيب اي نوع خط هتلاقي جنبه كلمة اسمها ابجد هاوس، هو خاص بالخطوط العربية، اختار اي نوع خط انا عايزه. طيب عايز اغير حجم الخط من الرقم الموجود جنب نوع الخط، اختار اي رقم انت عايزه. طيب الايه الكبيره والايه الصغيره؟ واحده بتكبر حجم الخط واحده بتصغر حجم الخط. طيب كويس، عندك بعد كده حاجه اسمها الايه كابيتال سمول اللي هو تشينج كيس، لو عايز اغير حاله الاحرف، لو عايز اخليه سنتنس كيس معناه ان بيخلي لك اول حرف سمول والباقي كله اول حرف كابيتال والباقي كله سمول، يعني الكلمة الأولى هيخلي لك أول حرف منها كابيتال والباقي كله سمول. طب لو اخترت حاجة اسمها اللوير كيس هيخلي لك كله سمول. طيب لو اخترت الأبر كيس كله كابيتال. طيب لو اخترت حاجة اسمها كابيتالايز اتش وورد هيخلي لك أول حرف بس كابيتال والباقي سمول. طيب هنا في حاجة اسمها التوج الكيس هيخلي لك أول حرف سمول والباقي كابيتال، فقال لي طبعا في غلط عندك فتغيره ازاي؟ ان انا بضغط كليك يمين على الحاجه نفسها اللي عايز اغير او اعمل لها تصحيح واروح اختار التصحيح بتاعها اللي هو مثلا فتح. فمعنى كده دي مختصه بالخطوط اللي هي باللغه الانجليزيه فقط. طيب دلوقتي نفترض غيرت نوع الخط وحجم الخط ورحت دوست على علامه الاستيكا اللي هو الايه اللي تحتها استيكا، ايه اللي حصل؟ مسح ليك كل التنسيقات اللي انت كنت عملتها، يبقى الإريزر بيمسح لك كل التنسيقات اللي انت كنت عاملها. طيب البي بيتخن الخط، الاي بتميل الخط، اليو بيحط لي خط تحت الكلام. لو دست على السهم اللي جنب اليو ظهر معايا انواع خطوط اكتر، اما من الاندرلاين كلر اللي هو لون الخط اللي من تحت. طب الاي بي سي او الاي بي بيحط لي خط في وسط الكلام. طيب نفترض انا جيت عملت رمز بالشكل ده
وعايز اخلي الاثنين من فوق، فاروح اختار اللي هو الاكس اللي فوقيها اثنين اللي هي اسمها سوبر سكريبت، او خليها الاثنين من فوق. طب عايز اخليها من تحت اللي هو السب سكريبت، بيخلي لك الاثنين من تحت، بس لازم احدد الحاجه اللي عايز اخليها من تحت او الحاجه اللي انا عايز اخليها من فوق. طيب بالنسبه لرمز الايه اللي انتوا شايفينه ده، بيغير معايا تاثيرات اكتر للخط. دي كلها تاثيرات، سواء كان الاوتلاين، الشادو اللي هو الظل، مثلا عايز اغير ريفليكشن او يعمل لي مرايه للخط، فدي كلها تاثيرات خاصه بالخط بتاعك اللي انت شغال عليه. طيب الايه ده اللي هو الفونت كولر او نوع لون الخط، بتختار من هنا اللون اللي انت عايزه للخط. اما لو جيت حددت جزء بالشكل ده ورحت على علامه اللي هو القلم الرصاص، بيعمل لك هايلايت او ظل على القطعة اللي انت واقف عليها، بس هنا بيعمل لك ظل على كل سطر لوحده. طيب تعالوا كده نحدد الباراجراف الثاني، ونروح على جروب باراجراف واختار علامة الجردل. المرة دي عمل لك ظل بس على ايه؟ حتى الفراغات عمل لك ظل فيها. فالفرق ما بين اللي هو علامة الجردل اللي هي الشادنج او الظل، ما بين الهايلايت، الفرق ما بينهم ان الهايلايت او علامة القلم الرصاص اللي انتوا شايفينها بيعمل لي ظل على كل سطر لوحده، يعني حتى المسافات ما بين كل سطر والتاني ملهوش دعوة بيها. أما الهايلايت بيعمل لك ظل على إيه؟ على القطعة ككل. طيب نفترض أنا عندي كلام تحت بعض بالشكل ده، وعايز أعمل له عملية تعداد يعني تسلسل، فأروح بحدده وبروح على الجروب الخاص بباراجراف، وبختار حاجة اسمها البلت أو التعداد النقطي، وبختار النقاط. أنا كده بعمل تسلسل للكلام اللي تحت بقى بالشكل. أنا المرة دي هعمل تسلسل بس أرقام اللي جنبه اللي هو النمبرنج. أنا بعمل تسلسل بس عن طريق الأرقام. طيب المحاذاة بتاعتي، أولا الكلام ده موجود فين؟ ناحية اليسار ولا ناحية اليمين ولا في المنتصف؟ لو ناحية اليسار اختار المحاذاة ناحية اليسار اللي هي اختصار كنترول مع ال، اما لو عايز اخليه في المنتصف اختار المحاذاة اللي في المنتصف اللي هي اختصار كنترول مع اي. طيب لو عايز اعمل له محاذاة ناحية اليمين اختار المحاذاة ناحية اليمين من هنا، يا اما هدوس اختصار كنترول مع ار فخليهم لي ناحية اليمين. فدي المحاذاة الخاصة بايه؟ بالكلمة اللي عندك او الباراجراف. ارجع خطوه لورا ازاي؟ عن طريق كنترول زد. كنترول زد برجع لك خطوه لورا. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ هل المسافات البادئه هي المسافات النهائيه؟ هل الاثنين متساويين مع بعض؟ لا. فاساويهم ازاي؟ من حاجه اسمها جاستيفاي. جاستيفاي. طيب هنجرب حاجة تاني. أنا عملتها من غير ما أختار الأمر اللي فوق، عملت إيه؟ اختصار كنترول مع جي. كنترول مع جي بيعمل لي ضبط بدون ما أختار الموجود فوق. والرمز الرابع ده بيعمل لي ضبط، بيساوي المسافات البادئة مع المسافات النهائية. طيب عندك حاجه اسمها جاستيفاي لو، جاستيفاي ميديوم، جاستيفاي هاي. لو اللي هو المسافه ما بين كل كلمه والتانيه، يخليها لك صغيره، يخليها لك متوسطه، يخليها لك كبيره. فدي المسافه ما بين كل كلمه والتانيه، ده اللي هو الجاستيفاي. طيب لو عايز اعمل مسافه ما بين كل سطر والتاني من حاجه اسمها اللاين سبيسنج، وبختار المسافه بتاعتي او ايا كان المسافه اللي انا عايز اختارها. طيب قلنا لو انا بكتب المستند بتاعي بالانجليزي فاختار اتجاه الكتابه ليفت تو رايت، لو بكتب عربي هختار رايت تو ليفت. طيب انا محدد الباراجراف ده وعايز اعمل بوردر او حدود للباراجراف ده، اعمله ازاي؟ شايفين علامه البوردر؟ اروح عليها واروح اقول له انا عايز اعمل مثلا اوتسايد، حد خارجي بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل ظل او الون الباراجراف ده، الونه ازاي؟ من علامة الجردل، واروح اختار اللون اللي انا عايزه، يبقى احدده واروح على علامة البوردر. انا عايز اعمل حد من تحت
هختار بوتم، ولا عايز اعمل حد من فوق توب، ولا عايز اعمل ناحية اليسار، ولا عايز اعمل ناحية اليمين. بتختار منين انت عايز تعمل فين بالظبط. طيب عندك هنا الاي زد اللي هو بيعمل لك ترتيب، ترتيب لو انا عندي اسماء تحت بعض عايز اعمل لهم ترتيب تصاعدي من الاي للزد او من الزد للاي. عندك بعد كده حاجة اسمها الستايلز او الانماط، من خلالها بغير النمط بتاعي، ستايل الخاص بالباراجراف اللي انا شغال عليها، دي كلها ستايلات خاصة بالباراجراف. ساعات بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي، خلي النمط سترونج او خليه مثلا نورمال او خليه هيدنج او خليه هيدنج 2، بتختار من هنا نوع الستايل اللي انت عايزه. طيب لو بدور على كلمة معينة داخل المستند هروح اقول له فايند او بحث، واروح اكتب الكلمة اللي انا بدور عليها، الاقيه ظللها لي باللون الاصفر. طيب لو عايز استبدل كلمة بالتانية هروح على ريبليس او استبدال، روح اكتب من فوق الكلمة اللي انا عايز اشيلها، ومن تحت ريبليس ويز انا عايز احط مكانها ايه، مثلا عايز احط مكانها كلمة فيلم، اقول له يا اما ريبليس يا اما ريبليس اول. ريبليس هيستبدل لك اول كلمة هتقابله في المستند اسمها فيديو، اما ريبليس اول هيستبدل لك كل الكلمات اللي في المستند اللي اسمهم كلمة فيديو. ده بالنسبة لقائمة هوم. قبل ما ادخل على اللي بعده، قبل ما ادخل على اللي بعده، حد عنده سؤال في قائمة فايل او هوم؟ احنا كنا شرحناهم بالتفصيل، احنا بنعمل مراجعات عليهم عشان الناس تبتدي تفتكر وتعمل المشاريع بتاعتها. طيب الصوت بالنسبة للناس واضح ولا لا؟ الناس سمعانا ولا لا؟ صوتي واضح بالنسبة للناس؟ طيب كويس نكمل. أي حاجة عايز أعمل لها إدراج، عايز أضيفها، بروح على طول على قائمة اسمها انسرت. انسرت هي مختصة بإيه؟ بالإدراج. أنا عايز أدرج داخل المستند بتاعي جدول، عايز ادرج صورة، عايز ادرج شكل، واروح على قائمة اسمها انسرت. الكفر بيج لو عايز ادرج ايه؟ لو عايز ادرج غلاف كتاب، كل ما علينا انا بختار الغلاف اللي انا عايزه واروح احدده، او انا بختار الغلاف، كل ما علينا انا اروح اعدل عليه. طيب بلانك بيج لو عايز ادرج صفحة فاضية، اما البيج بريك لو عايز ادرج فاصل صفحات. لو عايز ادرج جدول اروح على تيبل واختار او امشي على المربعات اللي عندي، فهيدرج معايا تيبل بالشكل ده. فالجزء الاولاني ده كله مختص بجزء الستايلات الخاصة بالتيبل، بتختار من هنا الستايل اللي انت عايزه للجدول. هنا برضو الاعدادات الخاصه بالاستايلات تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. انا لو واقف مثلا في الصف الثالث وعايز اعمل ظل للخليه دي هختار شادنج واختار الظل اللي انا عايزه. طيب ده اللي هو البوردر اللي هو جزء الرسم، اروح اختار البوردر بنتر او القلم وابتدي امشي على الحدود بتاعتي عشان ارسم. طيب انا عايز اغير السمك، اكبر الحجم بالشكل ده، انت بترسم بس على الحدود، بترسم على الحدود بتاعتك. من فين؟ من البوردر بنتر، وبتختار من هنا انت عايز ترسم فين بالظبط. هنا البين كلر اللون الخاص بالقلم اللي انا هرسم بيه، وهكذا. طيب ده بالنسبة للتيبل ديزاين. فأي حاجة بعمل لها إدراج داخل المستند بيفتح معايا قوائم جديدة، القوائم دي خاصة بإعدادات الجدول اللي أنا شغال عليه. طيب اللي أوت هنا السيلكت لو عايز أعمل تحديد لخلية، سيل أو عمود أو صف أو جدول،
طيب لو عايز مثلا اعمل ارسم اد درو تيبل، عايز امسح اللي انا رسمته من الاريزر، عايز احذف الصف اللي انا واقف عليه، اروح على ديليت واروح اختار ديليت رو، يعني حذف الصف، عايز احذف عمود ديليت كولوم، عايز احذف خليه هقول له ديليت سيل، عايز احذف الجدول هقول له ديليت تيبل. طيب انا واقف حاليا في الصف الثاني وعايز ادرج صف من فوق، طالما هدرج حاجه فوق وحاجه تحت هروح اختار ابوف او بلو، ابوف هيدرج لي صف من فوق، بلو هيدرج لي صف من تحت بالشكل ده. طيب انسرت ليفت هيدرج لي عمود ناحيه اليسار، المؤشر بتاعي فين؟ في العمود الثاني، هيدرج لي عمود على يسار العمود الثاني. طيب انسرت رايت هيدرج لي عمود ناحيه اليمين بالشكل ده. طيب يا اما انا لو وقفت على الطرف نفسه على الحد الخارجي بتاع الصف الاول في علامه زائد ظهرت كده، انا ادرجت صف ثاني. طيب العمود بنفس الشكل اكون واقف على الحد الخارجي، علامه الزائد اللي ظهرت معايا دي من خلالها بدرج صف او عمود. طب لو عايز احدد الجدول كله من علامه البلس اللي انتم شايفينها فوق، ممكن من خلالها احدد الجدول ككل. طيب هتيجي بعد كده عند حاجه اسمها الميرج، الميرج مش متفعله معايا ليه؟ لان الميرج بيتم تطبيقها على اكتر من خليه، يعني انا لو محدد خليتين مع بعض ورحت اخترت ميرج فدمجهم لي كلهم في خليه واحده. انا لو عايز ادمج اكتر من خليه في خليه واحده. طيب انا واقف حاليا في الصف الثالث، انا عايز افصل التيبل بتاعي اخليه جدولين، فانا هفصل من اول فين؟ انا هفصل من اول الصف الثالث، اروح اقول له انا هكون واقف بالمؤشر في الصف الثالث اقول له سبليت تيبل، فكده فصل معاك، خلالك بدل ما هو جدول واحد خلاهم لك جدولين تحت بعض. المؤشر بتاعي في الصف الثالث واروح اقول له سبليت تيبل. طيب لو عايز اعمل توزيع تاني للخليه اقول له سبليت سيل، انا هقسم الخليه لعدد من الاعمده وعدد من الصفوف. طيب الاوتو فيت هي خاصه بالمحتوى اللي انا بكتبه داخل في الخليه، بمعنى انا لو عايز اوتو فيت كونتنت أصغر، على قد ما انت بتكتب على قد ما الخليه بتاعتك بتكبر معاك، ده اللي هو بالنسبه للكونتنت. طيب بالنسبه للويندو الخليه، طيب الكولوم بيخلي لك العرض معاك عرض العمود. طيب تعالوا كده نكبر واصغر في الاعمده والصفوف بالشكل ده. طيب عايز ابتدي بعد كده اعمل توزيع متساوي للاعمده والصفوف، اروح اختار حاجه اسمها ديستريبيوت رو فخلالك الصفوف كلها قد بعض. طيب ديستريبيوت كولوم خلالك الاعمده كلها قد بعض. طيب السيل سايز حجم الخليه، ارتفاع الخليه وعرض الخليه. ممكن اقول لك خلي لي ارتفاع الصف الثالث مثلا 3، بتيجي هنا عند الهايت بتختار او تكتب 3 ارتفاع الصف الثالث، اما لو عايز اغير عرض الصف الثالث منه. طيب الكلام نفسه اللي انا بكتبه داخل الخليه عايز اخليه فين بالظبط؟ عايز اخليه هنا في المنتصف ولا اخليه ناحيه اليسار؟ احنا نفترض تعالوا كده نكبر الخليه عشان تبان اكتر معايا، اهو انا خليته كده ناحيه اليسار، خليته كده في المنتصف، خليته كده ناحيه اليمين. انا خليته اعلى الخليه في المنتصف، اعلى الخليه ناحيه اليسار، اعلى الخليه ناحيه اليمين، وهكذا من تحت لو عايز اخليه من تحت خالص في الخليه. تكس دايركشن اتجاه النص اللي انا شغال عليه. السيل مارجنز اللي هي الهوامش بتاعه الخليه. السورت لو عايز اعمل ترتيب تنازلي او تصاعدي. هنا بيقول لك كونفرت تو تكست لو عايز احول الجدول بتاعي لنص وفورمولا خاص بالمعادلات. احذف ازاي؟ بدوس على علامه الزائد واقول له باك سبيس، انا كده حذفت التيبل.
الباكجر نفس القصة، بختار الصورة اللي أنا عايزها وأروح من خلالها تفتح معايا قائمة جديدة اسمها الباكجر فورمات. أول جزء لحد كلمة باكجر لأوت خاصة بالاستايلات الخاصة بالصورة، يعني الباكجر ستايل دي كلها استايلات الصورة بتاعتك. هنا مثلا كوركشن برضه استايلات تانية، عندك الكلر استايلات تانية بتظهر معاك، عندك الافكت برضه تأثيرات أخرى، فدي كلها تأثيرات للصورة بتاعتك. طيب كومبريس بيعمل لي ضغط للصورة، يعني ضغط للصورة يعني بيقلل الحجم بتاعها. طيب تشينج بيكتشر، أنا نفترض غيرت لون الحد الخارجي ورحت غيرت الستايل بتاع الصورة ورحت وقلت له تشينج بيكتشر، اخترت الصورة زي دي وقلت له انسيرت، أدرجها لي بس بنفس الشكل والاستايلات اللي أنا كنت مختارها. طيب الريسيت بيرجعها لك زي ما كانت في الأول. هنا هتلاقي في أمر جديد اسمه ترانسبرنسي، برضه دي الشفافية بتاعة الصورة. البيكتشر بوردر اللي هو الحد الخارجي، الإفكت دي تأثيرات أكتر بتظهر معاك للصورة، عندك البيكتشر لي أوت أنا هحول الصورة إلى مخطط تفصيل. البوزيشن مكان الصورة، تعال كده نحرك الصورة مش عايز تتحرك، فلازم أغير الموضع بتاعها، أختار أي موضع، تعال كده نحرك بتتحرك معاك. الراب تكست التفاف النص، يعني ايه التفاف النص؟ بمعنى لو انا كاتب كلام عندي في المستند، الصورة نفسها موجودة فين من حيث الكلام؟ تعالوا كده نختار الفرونت هتلاقيها موجودة فوق الكلام، طيب تعالوا نختار بيهايند تكست هتلاقيها خلف الكلام، الكلام بتاعك هيكون ظاهر على الصورة من فوق. طيب لو عندي اكتر من صورة وعايز اخلي صورة قدام صورة هختار برينج تو فرونت، اما لو عايز ارسلها للخلف اقول له سيند تو باك، لو عايز اشوف العناصر اللي انا ضايفها عندي في المستند هقول له سيلكشن بين، بيظهر معاك هنا العناصر اللي انت ضايفها بتخفيها وبتظهرها من علامة العين. الاين المحاذاة بتاعت الصورة فين بالظبط، الروتيت اللي هو زاوية الدوران الخاصة بالصورة، كروب اللي هو القص لو عايز ابص الصوره هتلاقي فيه علامه زي علامه كده ظهرت باللون الاسود تبص بيها زي ما انت عايز للصوره بتاعتك ايا كان انت عايز تبصها ازاي. خلصت وعايز احفظها بالشكل ده اضغط في مكان فاضي برضه اتحفظت. اما هنا السايز اللي هو حجم الصوره اللي هو الارتفاع والعرض، تعالوا كده نغير في الارتفاع هتلاقي العرض تلقائي بيتغير. طب لا انا عايز اثبت، يعني ايه؟ يعني بمجرد ما هغير في الارتفاع العرض ما يتغيرش، من السهم اللي نازل من تحت دي اللي هتلاقيها جنب كلمة سايز، وهتروح على كلمة اسمها لوك اسبكت ريشيو، تثبيت نسبة الارتفاع للعرض، تشيل من عليها علامة الصح وتقول له اوكي. تعالوا كده نغير في الارتفاع هتلاقي العرض مش بيتغير معاك. ده بالنسبة للصورة. عايزين نضيف مخطط تفصيلي، هختار مثلا سمارت ارت واختار اي مخطط تفصيلي. ظهرت معايا حاجه اسمها سمارت ارت ديزاين، هنا السمارت ارت ستايل دي كلها ستايلات خاصه بالمخطط التفصيلي. لو عايز اغير اللون بتاعها من تشينج كلر واختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده، هنا لو عايز اغير المخطط التفصيلي اللي انا عامله. طيب لو عايز مثلا اضيف شكل، عايز احرك شكل من اللي هو الكريت جرافيك اللي هو الجزء الاول الخاص بالاعدادات الخاصه بالمخطط التفصيلي، عايز ارجعه زي ما كان الاول هقول له ريسيت جرافيك. اما الفورمات هتظهر لك نفس الاوامر اللي ظهرت معايا في الصوره. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الشارت او الرسم البياني، اختار اي رسم بياني انا عايز اضيفه. يظهر بالشكل ده اهو، ظهر برضه ليك حاجه اسمها الشارت ستايل، دي كلها ستايلات خاصه بالرسم البياني، تختار اي ستايل انت عايزه، تشينج كلر لو عايز تغير الالوان، الاد شارت اليمنت العناصر بتاعه الرسم البياني بتختار من هنا العناصر بتاعتك عايزها فين بالظبط اهي.
ان السلكت داتا بيفتح معاك شيت الاكسل، والايديت داتا بيفتح معاك شيت اكسل، وتشينج شارت تايب لو عايز اغير نوع الرسم البياني اللي انا فاتحه. طيب فورمات برضه بيظهر لك التنسيقات اللي احنا اخدناها في الصوره. عندك بعد كده امر السكرين شوت، ده لو عايز اخد سكرين شوت خاص بالايه بالصفحه اللي ورا المستند. طيب عندك امرين جداد هتلاقيهم بس في 2019 وفي 365. عندك حاجه اسمها الايكونز، لازم اكون متصل بالانترنت. اول ما اقول له ايكونز هيفتح لك الايقونات دي بس عن طريق الانترنت. استنى عليه لحد ما يحمل، بختار اي ايقونه انا عايزها احددها واقول له انسرت، الاقيها اتضافت معايا. برضه هلاقيه ظهر معايا هنا الاعدادات الخاصه بالايقونز. طيب لو عايز اضيف حاجه اسمها 3 دي مودلز، اختار 3 دي مودلز او اشكال 3 دي، بس ده يا اما اوفيس 19 يا اما اوفيس 365. اختار الحاجه اللي انا عايزها بالشكل ده، اختار الشكل اللي عندي مثلا الشكل ده واقول له انسرت، فبيحمله لي بالشكل ده. انتظر عليه لحد ما يحمل، فده تلاقيه ظهر معايا كشكل 3 دي زي ما انتم شايفين عامل ازاي. ده شكل 3 دي لو عايز اضيفه داخل الوورد، بس زي ما قلنا يا اما 2019 يا اما اوفيس 365. عندك هنا لو عايز اضيف لينك، هنا لو عايز اضيف فيديو عن طريق الانترنت، هنا لو عايز اضيف تعليق، هنا لو عايز اضيف هيدر بختار من الهيدر اللي انا عايز اضيفه واكتب الاسم اللي انا عايزه. الهيدر معناه ان هو عنوان بيتكرر في كل صفحه. طيب لو عايز اضيف فوتر اللي هو تسجيل هيحطه لك اسفل الصفحه، اما لو عايز اضيف ارقام الصفحات هختار بيج نمبر واروح احدد انا عايز رقم الصفحه فين بالظبط بالشكل ده، واروح اقول له كلوز هيدر اند فوتر. طيب لو عايز اضيف مربع نص هختار تكست بوكس، لو عايز اضيف مربع نص بشكل معين هختار الوورد ارت، لو عايز اضيف تاريخ وقت هختار الديت اند تايم، لو عايز اضيف معادلات هختار ايكويشن اختار المعادله اللي انا عايزها، عايز اضيف رمز هختار سيمبل اللي هي الرموز الموجوده عندك. ده بالنسبه لي انسرت. طيب عندك بقى ديزاين، اولا في قائمه ديزاين عندك اول جزء اللي هو السنس. يعني السنس؟ السنس بيساوي الستايلز في قائمه هوم. بمعنى انا جيت حددت دلوقتي بالشكل ده الباراجراف اللي عندي، وجيت رحت قلت له سنس، هتلاحظ ان في تغيرات بتحصل في الباراجراف بس بسيطه بالشكل ده. السنزات دي اللي هو الاستايلات الخاصه بالباراجراف. طيب تعالوا كده نختار اي حاجه من الادوات الموجوده عندي اهو، برضو استايلات، يبقى هنا سواء كان الدوكيمنت فورمات او السنس دي كلها الاستايلات الخاصه بالباراجراف اللي انا واقف عليه. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب دلوقتي اول ما بروح على قائمه هوم وبروح على حاجه اسمها لون الخط، شايفين الالوان اللي ظاهره معاك؟ انا في الوان تانية في دماغي ومش لاقيها، انا عايز اختار لون معين. اختار ازاي لون معين؟ بروح على ديزاين وبختار حاجه اسمها كلر،
كلر دي كل الالوان اللي انت ممكن تضيفها داخل المستند. اختار مثلا اللون ده، هرجع على قائمة هوم واروح على لون الخط، اللي حصل غير معاك الالوان. تاني من قائمة ديزاين واقول له كلر، واختار من هنا الالوان التدريجية اللي انا عايزها، دي كلها الوان، وارجع تاني على قائمة هوم، ومن لون الخط اول ما ادوس عليه بيظهر معاك الوان تانية على حسب الالوان اللي انت مختارها. ده بالنسبة للكلر. طيب بالنسبة للفونت، نوع الخط الخاص بالباراجراف برضه نفس الاستايلات، ده نوع الخط بس الخاص بالباراجراف زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب انا لو عايز اغير او عايز اعمل مسافات ما بين كل سطر والتاني، اعملها ازاي؟ من قائمة هوم واروح اختار حاجة اسمها اللاين سبيسنج، فده المسافة ما بين كل سطر والتاني. طيب من الديزاين هتلاقي في حاجة اسمها الباراجراف سبيسنج، المسافة ما بين كل باراجراف والتاني، دي المسافات ما بين كل باراجراف والتاني. طيب لو رحت وقلت له كاستم باراجراف سبيسنج، اخر سطر عندك في كلمة اسمها اد، لو قلت لك خليها لي 6، اكتب 6 واقول له ايه اوكي، فخلى لك المسافة بين كل باراجراف والتاني كام؟ 6. يبقى الباراجراف سبيسنج المسافة بين كل باراجراف والتاني. طيب اول ما ادخل عليه هنا باراجراف سبيسنج واختار كاستم باراجراف سبيسنج، هتلاقي عندك في كلمة اسمها الباراجراف بوزيشن، الموضع بتاع الباراجراف من ناحية اليسار، لو احنا كنا بنسميه الهامش، من ناحية اليسار ادي الهامش اللي من ناحية اليسار. طيب الرايت اللي هو الهامش من ناحية اليمين. طيب الباراجراف سبيسنج المسافات ما بين كل باراجراف والتاني، لو قلت له بيفور المسافة ما بين الباراجراف اللي انا محدده والباراجراف اللي قبله، طيب المسافة ما بين الباراجراف اللي انا محدده والباراجراف اللي بعده، اختار افتر واحدد المسافة اللي انا عايزها بالشكل ده. حد هنا في اي مشكلة مع الناس؟ امور بسيطة. طيب الافكت ده يعني، تعالوا كده نختار افكت. ليه انا مش ملاحظ حاجة بتحصل؟ ليه؟ اولا تعالوا كده نروح على انسر واختار شيب شكل، ادرجت شكل، ورحت على ديزاين ورحت قلت له افكت، هتلاقي في تأثيرات بتظهر معاك في الشكل بس بسيطة، انت ممكن تكون مش ملاحظها، بس لو ركزنا هتلاقي ان الشكل بيتغير. فإفكت التأثيرات الخاصة بالأشكال، يعني في أشكال بيكون التأثيرات واضحة فيها وفي أشكال ما بتكونش واضحة. أروح مثلا على شيب وأختار حاجة بالشكل ده، وأروح على ديزاين ومن الإفكت أختار تأثيرات، دي كلها تأثيرات للشكل بتاعي. بيحصل عملية تغيير بس بسيطة. طيب لو أنا اخترت سنز معين واخترت من هنا ستايل معين واخترت من هنا لون خط معين واخترت إفكت معين، عايز اخلي الحاجات دي حاجات افتراضية او حاجات اساسية، بمجرد ما هفتح المستند مرة تانية هلاقيها هي اللي ظهرت معايا، هروح اقول له حاجة اسمها set as default، يعني تعيين كافتراضي، يبقى set as default تعيين كافتراضي. طيب حد الان قبل ما ادخل على الجزئية الاخيرة، في اي مشكلة في اول جزئية دي بالنسبة للسنز او الستايلات او الكلر او الفونت او الباراجراف سبيسنج او الافكت او set as default؟ انا عايز اغير اللون ارجعه زي ما كان الاول، بتفتكروا هختار ايه؟ الناس تقول لي هختار ايه لو عايز ارجع اللون زي ما كان الاول؟ اختار حاجه اسمها اوفيس، اول ما اختار اوفيس وارجع على قائمه هوم هلاقي الالوان رجعت زي ما كانت في الاول. طيب المرة دي أنا نفترض عملت كتاب معين وعايز أحفظ الكتاب ده باسمي بحيث إن محدش يقدر يعدل عليه، أو بعمل له حاجة اسمها علامة مائية، بروح على حاجة اسمها البيج باك جراوند وأختار الووتر مارك أو العلامة المائية، دي كلها علامات مائية دي جاهزة. طب لو عايز علامات مائية أكتر هقول له مور ووتر مارك فروم أوفيس، بيظهر معاك علامات مائية أكتر، بيقول لي مفيش علامات مائية تانية. طب لو عايز اعمل ازاله للعلامه المائيه هقول له ريموف ووتر مارك. طيب لو عايز ابتدي ادخل ان انا اكتب علامه مائيه هقول له كاستم ووتر مارك.
اول ما اقول له كاستم فبيقول لي انت عايز ايه بالظبط. اولا طالما هو محدد على كلمه اسمها نو ووتر مارك معناها ان انا مش عايز علامه مائيه. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها البيكتشر وعندك حاجه اسمها التكست، انا عايز العلامه المائيه صوره. اروح احدد على كلمه اسمها بيكتشر او صوره، واروح اختار من تحت حاجه اسمها سيلكت بيكتشر تحديد الصوره، انا هخلي علامه مائيه صوره. بحدد على كلمة اسمها البيكتشر ووتر مارك واختار سيلكت بيكتشر، واروح اقول له ورك اوف لاين، يا اما اقول له براوس او استعراض، اختار الصورة اللي انا عايزها واقول له انسيرت. لو جينا ركزنا اول ما اقول له ابلاي هتلاقي الصورة اتحطت كعلامة مائية، بس الصورة ظاهرة بس بنسبة بهتان. انا عايز اظهرها تكون واضحة بالنسبة للناس، أشيل علامة الصح من كلمة اسمها الوش أوت وأقول له أبلاي، هلاقيها ظهرت معايا. طب عايز أغير حجم الصورة من السكيل، أختار الحجم اللي أنا عايزه، دي كلها أحجام للصورة. عايز تكتب حجم بإيدك امسح واكتب الحجم اللي أنت عايزه مثلا 25 وأقول له أبلاي. عايز اشيل العلامه المائيه هقول له ايه؟ ريموف ووتر مارك. نرجع نجربها تاني مع بعض، العلامه المائيه بس تجرب معايا العلامه المائيه تاني دلوقتي. طيب المره دي انا مش عايز اعمل، احنا قلنا عشان اعمل علامه مائيه بروح على حاجه اسمها الووتر مارك واقول له كاستم ووتر مارك. المرة دي عايز اختار نص او اعمل نص اقول له تكست، تكست ووتر مارك. طيب هنا اللانجوج او اللغة، اللغة اللي هكتب بيها العلامة المائية مثلا هختار انجليزي، واجي عند التكست اروح اكتب العلامة المائية بتاعتي، هفترض اسميها باسم محمد. يبقى هنا اللانجوج اللي هي اللغه اللي بكتب بيها العلامه المائيه، اما التكست العلامه المائيه بتاعتي. طيب الفونت نوع الخط اللي هو نوع الخط اللي انا شغال بيه كعلامه مائيه، اختار اي نوع خط. طيب السايز حجم العلامه المائيه، وانسب حجم بيكون 72. طيب الكلر لون العلامه المائيه اللي انا شغال بيها. بعد كده بص اول ما اقول له ابلاي لاقي عمل لي علامة مائية بالشكل ده، ادي شكل العلامة المائية بتاعتي، ده شكل العلامة المائية. طيب هي هنا ظاهرة بس بنسبة بهتان، انا عايز اظهرها خالص هروح اشيل علامة الصح من كلمة اسمها السيمي ترانسبيرنت واقول له ابلاي، هلاقيها ظهرت معاك. طب العلامة المائية هنا جاية بنسبة ميلان اللي هو الديجونال، طب عايز اخليها افقية اروح اختار هوريزنتال واقول له ابلاي، هلاقي العلامه المائيه جات افقيه. العلامه المائيه دي مهما اي حد حاول انه يمسح فيها مش هتتمسح معاك بالشكل ده. من الووتر مارك وكاستم ووتر مارك واروح اختار تكست، ومن هنا اللانجوج اللي هي اللغه اللي بكتب بيها العلامه المائيه، اما من التكست بكتب العلامه المائيه بتاعتي، الاسم اللي انا عايز اكتبه، الاسم اللي عايز اخليك علامه مائيه، الفونت نوع الخط، السايز حجم الخط او حجم العلامه المائيه، والكلر اللي هو اللون، وهنا اللي اوت اللي هو شكل العلامه المائيه، انت عايزها بميلان ولا عايزها افقيه، السيمي ترانسبيرنت لو عايز اظهرها بس بنسبه بهتان. ده بالنسبه للعلامه المائيه. طيب لو عايز اغير لون الصفحه من البيج كلر اروح اختار اللون اللي انا عايزه، عايز الوان اكتر هقول له مور كلر، روح امشي على اللون اللي انا عايزه اقول له اوكي. طيب عايز الوان اكتر وتنسيقات اكتر اروح اختار اخر اختيار عندك اللي هو اسمه الفيل افكت، فيل افكت. طيب الفيل افكت بيظهر ليك الوان تدريجيه، هنا بيقول لك جريدينت، جريدينت يعني هيظهر ليك اللون اللي انت مختاره كلون تدريجي. طيب لو انا عايز اخلي اللون التدريجي لون واحد بس اروح اختار الوان كلر، ومن الكلر 1 اختار اللون اللي انا عايزه اهو،
اقول له اوكي. تعملها تاني ازاي؟ من البيج كلر وبختار الفلتر ثيك، ومن الجريديانت بختار انا عايز لون واحد بس اخليه لون تدريجي، من الكلر 1 هختار اللون اللي انا عايزه. طيب هنا بقى الاستايلات الخاصه باللون التدريجي. لو بصينا تحت في البريفيو بتاعنا، بص اللي بيحصل معايا، دي كلها استايلات خاصه باللون التدريجي. شكل اللون التدريجي يكون ازاي؟ طيب انا المره دي بلعب على لون واحد بس، انا عايز اخليه لونين، عايز اخلي اللون التدريجي لونين، اختار تو كلر، ومن كلر 2 هروح اختار اللون الثاني بتاعي بس، اقول له اوكي. فكده انا عمل لي الخلفيه بتاعتي، بدل ما عملها لي لون تدريجي واحد عمله لي اكتر من لون. طيب البير ست، في البير ست كلر هنا اول ما تختار اي امر بيظهر ليك اشكال تانية اكتر من تحت، دي كلها اشكال بتظهر معاك، اقول له اوكي. ده بالنسبة لجزء الجريدينت. طيب لو قلت له تيكت شارب بيظهر ليك أشكال أكتر للخلفية بتاعتك، من البيج كلر والفيل إفكت وأختار تيكت شارب. طيب لو قلت له مثلا حاجة اسمها الباترن، اللي هو لو عندي شبكة بيانية وعايز أغير لون الصفحة بتاعي على كد الشبكة البيانية بتاعتي، أو على حسب الشبكة البيانية بتاعتي. الشبكة البيانية عموما أو الخطوط المربعة اللي عندك أو خطوط الرسم البيان اللي عندك، في حاجة اسمها اللون الأمامي واللون الخلفي. الفور جراوند ده اللون الأمامي اللي بيكون ظاهر من قدام. طيب الباك جراوند اللون الخلفي اللي ظاهر في الخلفية من ورا. بعد كده أقول له أوكي، ألاقيه ظهر بالشكل ده. فين؟ من البيج كلر، أختار أحدد الشكل اللي أنا عايزه من هنا، بقول له اوكي، الاقي ظهر معايا من ورا. طيب اخر حاجه، انا عايز اخلي الخلفيه بتاعتي صوره، او عايز اخلي لون الصفحه كانها صوره، من بيكتشر واروح اختار حاجه اسمها سيلكت بيكتشر، بقول له براوس، اروح احدد الصوره بتاعتي واقول له انسرت، واقول له اوكي، خلى لك الصوره على كد الصفحه. طب ايه الفرق ما بينها وما بين العلامه المائيه؟ العلامة المائية بيظهر للصورة أكتر من حجمه، أما في اللون بيدرج لك الصورة على كد حجم الصفحة اللي أنت عامله. ده بالنسبة لي لو عايز أضيف لون للصفحة. طيب لو عايز أضيف إطار للصفحة من حاجة اسمها البيج بوردر. طيب طالما مختار من هنا حاجة اسمها نان، معناها بلا، معناها انا مش ضايف اطار للصفحة. طيب لو هختار حاجة اسمها بوكس، كده انا ضفت اطار للصفحة من بوكس، وبختار من حاجة اسمها الستايل. دي الستايلات الخاصة بالحد الخارجي، دي كلها ستايلات، دي ستايلات خاصة بالحد الخارجي. طيب الكلر لون الحد الخارجي، لون الحد الخارجي عشان يكون واضح بالنسبة للناس، هذا الحد الخارجي غيرت اللون بتاعه من فين؟ دي الاستايلات الخاصة بالحد الخارجي، وهنا اللون أو الكلر بتاعي. طيب السمك أو حجم الحد الخارجي من الويدث أو السمك بالشكل ده، أقول له أوكي. طيب أنا مش عايز حدود سادة، أنا عايز أشكال، أروح أقول له إيه؟ آرت، اختار الاشكال اللي انا عايزها واروح اقول له مثلا اوكي، فادرج لي على كد او على حسب الشكل اللي انا مختاره. هنا دي برضو اشكال تانية اللي هي الشادو ظل، ده لو عايز اعمله ك3D، هنا لو عايز اعمله ككاستم او تحديد، فدي كلها بيظهر معاك اشكال مختلفة اكتر. ده بالنسبة لي الحد الخالي. بالنسبة لي قائمة ديزاين، في اي مشكلة بالنسبة للناس؟ أمور بسيطة. هنروح على قائمة لي اوت. لي اوت مدخلاتها خاصة بالإعدادات بتاعة الصفحة، لو عايز أغير الهوامش من حيث اسمها المارجنز، لو عايز أغير اتجاه العرض بتاع الصفحة من الأورينتيشن، لو عايز أغير حجم الصفحة من السايز، لو عايز أخلي المستند أنا شغال عليه أقسمه لأكتر من عمود، من الكولوم هختار مثلا 2 فقسمه لي بكذا عمود،
اما لو عايز اعمل فواصل للصفحات من بريكس، لو عايز اعد السطور اللي عندي من اللاين نمبر، اما لو عايز اعمل حاجه اسمها الوصله التلقائيه من الهايبر ديفينيشن. الجزء ده خاص بالمسافات البادئه والمسافات النهايه. جزء الرينج ده مختص بيه لو عايز ادرج مثلا صوره او شكل ايا كان العنصر اللي انا ضفته. اروح على لاي اوت هلاقيه ضاف لي اللي هو ايه جزء الرينج او جزء اللي هو الترتيب. لو عايز مكان الصوره اختار بوزيشن، التكست التفاف النص، انا عايز الشكل فين بالظبط، خلف النص ولا امام النص. وهنا لو عايز احضر صوره للامام او ارسل صوره للخلف، وهنا روتيت او التدوير. الريفرنسز اللي هو خاص بالمراجع، كنا اخذنا جزء السيتيشن. لو عايز اعمل جدول محتويات او تيبل اوف كونتنت واختار الجدول اللي انا عايزه. طب ليه ظهر الرساله دي؟ عشان انا مش عامل اصلا محتويات. قلنا لازم الاول بضيف حاجه اسمها الليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 اللي هو العنوان الفرعي والعنوان الرئيسي والعنوان الفرعي للعنوان الفرعي. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ نفترض حددت كلمه فيديو بس ورحت اخترت ليفل 1، روح مثلا فيديو هخليها ليفل 1 اللي هو العنوان الفرعي العنوان الرئيسي. العنوان الرئيسي خليت مثلا الجزء بتاع السنز ده خليته ليفل 2 اللي هو العنوان الفرعي للعنوان الرئيسي. جيت مثلا في الريدنج خليتها ليفل 1. رحت في مكان فاضي اروح اختار من التيبل اوف كونتنت جدول المحتويات بتاعتي. طيب هنا لما جيت اعمل هنا ورحت عملت عنوان بس للفقرة كلها عشان كده ادرجها لي في جدول المحتويات. اروح اختار مثلا انا مش عايز اعمل خالص ليها، احدد الكلمة لوحدها واروح اختار ليفل 1. طب اللي عملته ده عايزه يتحدث تحت، اقول له ابديت تيبل، اقول له انا عايز اعمل تحديث للجدول ككل، اقول له ابديت انتر تيبل، اقول له اوكي تحدث معايا جدول المحتويات. طيب لو عايز اضيف حاجه اسمها الفوت نوت او الاند نوت اللي هو الحاشيه، او لو جيت حددت كلمه زي دي وقلت له انسرت فوت نوت وظهر من تحت كلمه واحد، واللي اكتب تعريف للكلمه اللي انت محددها او اعمل مصدر للكلمه اللي انت محددها. طيب لو عايز اعمل مرجع او مصدر من حاجه اسمها السيتيشن، انسرت سيتيشن واختار اد نيو سورس وراح اكتب من هنا المرجع بتاعي، هيظهر ليك اسم المؤلف والسنه بس. طيب لو عايز اظهر كل حاجه بالتفصيل من البيبلوجرافي بيظهر لك كل حاجه بالتفصيل الممل. طيب جزء الميلينج او المراسله ده مختص اكتر بالمراسلات، مختص اكتر لو انا عايز ابعت رساله بريد الكتروني، مختص اكتر لو انا واحد مثلا عندي شهاده والشهاده دي ليها اكتر من 100 اسم، هروح امسح اسم اسم واكتب، امسح الاسم الاول واكتب الاسم الثاني، امسح الاسم الثاني واكتب الاسم الثالث، لا ده بالنسبه لي هاخد وقت وهاخد فتره. فاللي انا بعمله بخلي الاسماء في جدول لوحده وبعد كده اروح اعمل ادراج للجدول ده داخل المستند عن طريق حاجه اسمها سيلكت ريسبنت واقول له يوز ان اكزيستنج ليست، يعني هتجيب لي قائمه من بره وبتختار الجدول بتاعك. اول ما تختار الجدول حتى هتلاحظ ان الاوامر الموجوده في الاخر ما كانتش متفعله. اول ما اقول له اوبن انا كده ادرجت جدول، اقول له اوكي هتلاقي الاوامر الموجوده في الاخر اتفعلت معاك. فدي مختصه بجزء المراسلات. طب لو قلت لك اعمل لي دمج للمراسلات، اختار من ستارت ميل ميرج اقول له ليتر، ادمجها لي كرساله كرساله. طيب هنا عندك ريفيو فيو اللي هو ريفيو اللي هو العرض، من خلالها اول حاجه عندك حاجه اسمها الاديتور او السبيلنج اند جرامر، بيعمل لك تصحيح املائي للمستند بتاعك. سيريوس لو عايز لو عندي كلمه معينه وعايز اجيب معناها من سيريوس بيدي لك ناحيه اليمين المعنى الحرفي بتاعها. الوورد كاونت بيدي لك تفاصيل عن المستند اللي انت فاتحه، البيج انت عندك صفحتين الوورد عندك كم كلمه وهكذا. طب لو عايز اترجم المستند من ترانسليت اقول له ترانسليت مثلا دوكيمنت، ترجم المستند بتاعي.
هيظهر ناحية اليمين قائمة، فبيقول لي أنت عايز تترجم من إيه لإيه؟ فروم، أنا عايز أترجم من الإنجليزي، أروح أكتب مثلا إنجلش تو أرابيك، أنا هترجم من إنجليزي إلى عربي، بس لازم أكون متصل بالإنترنت، أقول له ترانسليت، فراح ترجم المستند معاك من إنجليزي إلى عربي، بس لازم أكون متصل بالإنترنت. وللعلم ان هي بتكون افضل بكتير من ترجمة جوجل اللي هي الترجمة الحرفية اللي احنا بنعملها. هرجعه تاني من ترانسليت، اقول له ترانسليت دوكمنت، المرة دي عايز ارجعه زي ما كان من عربي الى انجليزي، اقول له ترانسليت، راح ترجمه لي تاني من عربي الى انجليزي. طيب عندك اللي هو اللانجوج اللي هي اللغه، اول ما اقول له اللانجوج بيرفورمانس اللي هي اللغه بتاعت البرنامج اللي احنا خدناها من شويه. طيب لو عندي مثلا كلمه معينه وعايز اعمل تعليق عليها، اقول له نيو كومنت، تعليق، اكتب التعليق بتاعك. هو كاني بعمل تعليق، اللي هو نفس لو انا دخلت على صفحات السوشيال ميديا او دخلت على الفيس، بلاقي في حاجه اسمها تعليق، انا هحط رايي على البوست اللي انا شفته ده. طيب حددت كلمة تانية ورحت قلت له برضه نيو كومنت، كتبت التعليق بتاعي. كلمة تالتة وقلت له برضه نيو كومنت، كتبت التعليق بتاعي. طيب عندك حاجة اسمها نيكست، نيكست بيتنقل ما بين التعليقات، يعني أنا لو واقف على التعليق الأول وعايز أروح للتعليق التاني أقول له نيكست. طيب عايز أرجع للتعليق اللي قبل كده أقول له بريفيوس أو السابق. طيب عايز أحذف أقول له ديليت، ديليت لو عايز احذف التعليق بس، اما الديليت تو كومنت لو عايز احذف كل التعليقات الموجوده عندي. طيب الشو كومنت مسؤول عن اظهار واخفاء اللي هو التعليقات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اول ما اعلم على الشو كومنت الاقي فيه علامه الرسائل ظهرت، معناه ان في تعليق هنا وفي تعليق هنا وفي تعليق هنا. اعلم عليها تاني فظهرت بالشكل ده. هنا اللي هو السمبل مارك اب خاصة بشكل التعليق نفسه زي ما انتم شايفين، ده خاصة في بشكل التعليق الموجود عندي، هقول له مثلا سيمبل فظهر بالشكل ده. هنا برضو دي أشكال تانية أو استغلالات أخرى للتعليقات بتاعتك. طيب عندك حاجة اسمها اكسبت وحاجة اسمها ايجكت. اكسبت يعني أنا لو واقف على التعليق الأول وموافق على التعليق الأول، أول ما أقول له اكسبت هيروح لي على التعليق اللي بعده، يبقى اكسبت بيساوي نيكست. طيب ريجكت انا هعمل التعليق بتاعي، ايه معنى كلمه ان انا هعمل اهمال للتعليق؟ انا هعمل له عمليه ديليت او حذف. فانا لو التعليق ده مش عاجبني وعايز اعمل له اهمال، عايز اروح للتعليق اللي بعده نيكست، عايز ارجع التعليق السابق اقول له بريفيوس. فيو بعد كده عندك اول خمس اوامر في الفيو اللي هو طريقه العرض الخاصه بالمستند بالشكل ده، دي كلها طرق عرض للمستند، دي كلها طرق عرض خاصه بالمستند بتاعك. طريقه العرض اللي احنا بنشتغل عليها اسمها برنت لاي اوت، هنا برضه نفس القصه، انا عايزها سايد باي سايد، يعني يخلي لي الصفحتين جنب بعض ولا يخليها لك بالشكل ده، هي فيرتيكال برضه، دي طريقه عرض، دي كلها طرق عرض انا بختار ما بينهم. طيب لو المسطره بتاعتي مش ظاهره وعايز اظهرها من الرول، اشيل علامه الصح او اظهر علامه الصح، مسؤول عن اخفاء واظهار المسطره. طيب الجريد لاينز اظهار الشبكه البيانيه. طب النافيجيشن بين، اول ما اختار حاجه اسمها البيج بيظهر معاك الصفحات تحت بعض، انا عندي الصفحه الاولى ودي الصفحه الثانيه، نفس القصه هيتضاف هنا. طيب عندك بعد كده الزوم اللي احنا كنا بنعمله من تحت اهو، ده الزوم بتاع المستند بتاع ده لو عايز اخليه 100%. هنا الوان بيج بيخليها لك عرض كصفحه واحده، المالتيبل بيج بيعرضهم لك في صفحتين جنب بعض، دي برده خاصه بطريقه العرض. اما البيج ويتس بيخلي لك ان عرض الصفحه كبير عندي. طيب هنا نيو ويندو لو هفتح نافذه جديده، انا فتحت نافذه جديده بس بنفس الكلام الموجود في المستند، الرينج اول هخليهم كلهم تحت بعض بالشكل ده.
طيب اسبريت لو عايز اعمل عملية انشغال، طيب فيو سايد باي سايد اللي هو كنا بنعملها لما بضغط كليك يمين على التاسك بار في حاجة اسمها سايد باي سايد، هيخلي لك الملفين تحت بعض. طيب السويتش ويندو بيظهر ليك انت كم مستند انت فاتحه. طب المستند اللي معلم عليه علامة صح هو المستند اللي انت فاتحه حاليا اللي واقف عليه دلوقتي. ده باختصاره شرح مختصر لبرنامج الوورد. عنده مشكلة في برنامج الوورد، إن شاء الله يوم الخميس هتبقى مراجعة الباوربوينت والأكسس الساعة 3:30 أو 4 إن شاء الله، مراجعة الباوربوينت والأكسس، ويوم الجمعة إن شاء الله هيبقى فيه مراجعة على برنامج الإكسل. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ أمور بسيطة النهاردة، الصوت كان واضح، الشرح كان مناسب وواضح بالنسبة للناس. تمام بقى الناس، حد واقفة معاه أي مشكلة؟ عندي سؤال قبل ما ننهي محاضرة النهاردة، حد عنده سؤال؟ يا ريت الناس تبتدي تخلص المشاريع بتاعتها عشان خاطر تستلم الشهادات، سواء كان الوورد أو الباوربوينت أو الإكسل أو الأكسس. الجمعة إن شاء الله احتمال يكون بدري شوية، يبقى الساعة 2 أو 3 كده، هناخد بالظبط لحد الساعة 5 ساعتين. هنشرح مثلا معادلات زيادة شوية في الإكسل، يعني هنشتغل برضو شرح شوية، يعني بدل ما شرحنا 10 معادلات أو 12 معادلة بالنسبة للمنهج الأساسي بتاع الـ ISDL أو الـ IS3 أو الـ ISDL Teacher، لا هنزود شوية معادلات تانية مع بعض. هيبقى مهم إن شاء الله يوم الجمعة، بحيث إن الأسبوع ده تكون خلصت المراجعات الخاصة بالبرامج، وبداية من الأسبوع الجاي إن شاء الله نبتدي في حل الاختبارات الدولية. ناخد برضو حد وثلاث وخميس وجمعة، 4 أيام دول نحل الاختبارات الدولية بتاعت الـ4 برامج. الأسبوع اللي بعده بقى اللي هو الأسبوع اللي هو القبل الأخير نحل الاختبارات الدولية الخاصة بالجزء النصي. أتمنى المحاضرة النهاردة كانت بسيطة وكانت سهلة على الناس، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس الساعة 4 أو الساعة 3:30 مع بعض بإذن الله. بالتوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوم مقبول بالنسبة للناس.